والأخذ بالتجويد عاطم لازم، من لم يجاوز القرآن آثم. بسم الله الرحمن الرحيم. القائل: ورتل القرآن ترتيلا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم التجويد الميسر، وفيها بإذن الله تعالى نصل إلى الجزء الثامن من أحكام الفتح والإمالة كدرس من الدروس المهمة باعتبار هذه الرواية الكريمة، رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، التي تعرف هذا النوع من الأحكام وهو الإمالة الصغرى كثيرة الورود باعتبار هذه الرواية الكريمة. أما الإمالة الصغرى نجدها في موقع واحد في سورة طه. إذن هذه القراءة بهذه الرواية الكريمة، رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، تعرف هذا النوع من الأحكام، فالألفات فيها متأرجحة بين الفتح والإمالة بنوعيها الكبرى في طه، في هاء طه، والصغرى في مواطنها التي نذكرها في هذه الحلقات. اليوم نصل إلى الجزء الثامن من أحكام الفتح والإمالة. تعرفنا في الحلقتين الماضيتين أن ورشا يقلل 15 كلمة منونة مقصورة، وتعرفنا على المجموعة الأولى وكذلك المجموعة الثانية من هذه الكلمات. المجموعة الأولى كانت هي هذه الكلمات الخمس: مفترى، قرى، مسمى، سودا، وأخيرا سوى. إذن هذه الكلمات هي التي شكلت المجموعة الأولى، ونذكر أعزائي المشاهدين أن الوقف على هذه الكلمات 15 يكون بالألف، وهذا الألف يقرأ بالتقليل، ولن نجد في هذه الكلمات 15 نقطة الإمالة، وبالتالي هي تدرك بماذا؟ بالمشافة وبالأخذ من القراء. المجموعة الثانية التي تعرفنا عليها في الحلقة الماضية هي كالتالي: كلمات هدى، ضحى، فتى، عمى، وأخيرا غزة. نفس المسألة، الوقف عليها يكون بالألف، وهذا الألف يقرأ بالإمالة الصغرى عند الوقف. في هذه الحلقة المباركة نتعرف أعزائي المشاهدين على المجموعة الثالثة والأخيرة من هذه الكلمات 15 المنونة المقصورة، والتي تقرأ بالتقليل عند الوقف، أما في حالة وصلها يتغير الحكم إلى حكم من أحكام النون الساكنة، أو تحذف الألف أو النقل، أو حكم من الأحكام التي اقتضيه حال التنوين مع الحرف الموالي له. إذن المجموعة الثالثة والأخيرة من هذه الكلمات 15 بدءا من كلمة آذى، مصفى، مثوى، مولى، وكلمة مصلى. مصلى هذه لها وضع خاص كما سنرى. إذن هي اندرجت مع هذه الكلمات 15 لنفس الضابط الذي يحكم هذه الكلمات 15 منونة ومنونة ومنصوبة. الألف فيها تقرأ وقفا بالتقليل، وفي حالة الوصل هذه الألف تتغير لحكم آخر من أحكام التجويد. أذكر بالمجموعة الثالثة والأخيرة التي سنتتبعها كلمة كلمة، هي كلمات آذى، مصفى، مثوى، مولى، وأخيرا مصلى. إذن نبدأ بالكلمة الأولى، هي كلمة آذى.
نأخذ مثال هذه الكلمة من قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إذن هنا كلمة أذى، إذا لاحظنا هذه الكلمة خلال المصحف، إذن هذه الكلمة واقعة في سورة البقرة، ستلاحظون أعزائي المشاهدين لا وجود لنقطة الإمالة، الأمر دائما يؤخذ بالمشافهة وبالسماع من الحفاظ القراء. إذن أذى سنقف، وعندنا إشارة ديال الوقف الهبطي أننا سنقف، سنقف ونعوض هذا التنوين من كلمة أذى، تنوين بالفتح نعوضه بماذا؟ بألف. هذا الألف سيقرأ بالتقليل بالإمالة الصغرى. أعيد ذكر هذا المثال من سورة البقرة لكلمة أذى: بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الآن كلمة مصفى، إذا وقفنا عليها دائما نفس التطبيق، الأليف كعوض عن التنوين بالفتح، وهذا الأليف يقرأ بالتقليل بالإمالة الصغرى. كلمة مصفى هنا من سورة محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إذن هذه الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين، مثل الجنة التي وعد المتقون. إذن كلمتنا مصفى، مصفى الألف فيها يقرأ وقفا بالمد الطبيعي، ثم هذا الألف يقرأ بالتقليل بالإمالة الصغرى، بالإمالة الصغرى. الكلمة الثالثة من المجموعة الثالثة للكلمات الخمسة عشر المنونة المقصورة هي كلمة مثوى. إذا وقفنا على كلمة مثوى نفس الحكم التجويدي، قوله تعالى هنا دائما من سورة محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار،
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن لاحظوا هنا أعزائي المشاهدين كلمة مثوى، إذا اخترت الوقف عليها لا شك أن هذا التنوين بالفتح سيصير ألفا، وهذا الألف من هذه الكلمة ضمن الكلمات 15 المقصورة المنونة يقرأ بالتقليل بالإمالة الصغرى، والنار مثوى لهم. ولا شك أن العلماء علماء الرسم والضبط لم يضعوا نقطة الإمالة أسفل هذه الكلمات 15، لماذا؟ لأن القاعدة عندهم هي قاعدة الوصل، إذن ضبط المصحف على قاعدة الوصل، فمثوى هنا لم يضعوا رمز الإمالة نقطة الإمالة أسفل الواو، لماذا؟ حتى لا يتوهم القارئ المبتدئ قراءة الألف، فهذا الألف في حالة الوصل يتغير ويندثر لقاعدة من قواعد التجويد، كما هنا قاعدة الإدغام، تنوين بعده اللام، فالحكم هنا إدغام خالص بلا غنة. قوله تعالى ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم، إذن كان الحديث هنا على كلمة مثوى. الآن كلمة مولى، كلمة مولى من سورة الدخان، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إذن كلمة مولى، إذا وقفنا نعتني بهذا الألف ونمد بمقدار الطبيعي، بل ونقرأ هذا الألف من كلمة مولى بالإمالة، مولى هكذا. إذن هذه هي الكلمات. المشكلة للمجموعة الثالثة، ذكرنا أربع كلمات، هي خمس كلمات هي الباقية. الكلمات التي ذكرنا أذى، مصفى، مثوى، مولى، وبقيت كلمة مصلى، هذه لها وضع خاص. وهنا نشير أعزائي المشاهدين إلى أن كلمة مصلى تقرأ الألف فيها بالفتح، إذن هنا ستقرأ هذه الألف من كلمة مصلى بالفتح استثناء، على اعتبار أنها أولا لم تقع رأس آية، وحتى ينسجم فتح الألف مع تغليظ اللام. إذن هنا اجتمع حكمان، تغليظ اللام والإمالة، هنا غلب العلماء غلبوا جانب تغليظ اللامات، وبالتالي إذا غلظ اللام سيتبعه الألف وتقرأ الألف بالفتح انسجاما مع تغليظ اللام في كلمة مصلى. لماذا؟ أولا لأنها لم تقع رأس آية كما هو الحال لكلمة صلى، عبدا إذا صلى، هنا سيغلب جانب الإمالة وتقرأ اللام بالترقيق. أما هنا في كلمة مصلى ضمن هذه الكلمات 15 المنونة المقصورة استثناء كلمة مصلى، الألف فيها في حالة الوقف تقرأ بماذا؟ تقرأ بالفتح، وبالتالي اللام المرجح فيها هو التغليظ
وردت هذه الكلمة الكريمة مصلى في قوله تعالى بسورة البقرة، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن كلمة مصلى لا شك أننا وقفنا هنا. إذن الوقف على كلمة مصلى ليس كالوقف على بقية الكلمات الأربعة عشر. إذن مجموع الكلمات هي 15 كلمة منونة مقصورة. كل هذه الكلمات الأربعة عشر الآلف في حالة الوقف على هذه الكلمات الأربعة عشر تقرأ بالتقليل وقفا. أما كلمة مصلى غلب فيها جانب تغليظ اللام، وبالتالي الألف فيها تقرأ بالفتح. أعيد القراءة من سورة البقرة، والكلمة هي كلمة مصلى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن قرأت الألف هنا بماذا؟ بالفتح، بالفتح. وبهذا نكون قد تعرفنا أعزائي المشاهدين على الكلمات 15 المنونة المقصورة، والتي تقرأ في حالة الوقف بالإمالة الصغرى، وهي: ذكرنا المجموعة الأولى مفترى، قرى، مسمى، سدى، سوى. ثم المجموعة الثانية هي هدى، ضحى، فتى، عمى، غزى. والمجموعة الثالثة والأخيرة أذى، مصفى، مثوى، مولى. والكلمة الأخيرة هي كلمة مصلى، هذه لها وضع خاص. رأينا أن الألف فيها تقرأ بماذا؟ بالفتح. لماذا؟ لرجحان التغليظ اللام فيها، على اعتبار أن الكلمة لم تقع رأس آية، وبالتالي غلب جانب تغليظ اللام على 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 تقليل الألف، فحتى ينسجم تغليظ اللام مع هذا الألف. لا شك أن الألف ينبغي أن يقرأ بالفتح حتى ينسجم مع تغليظ اللام. وبهذا ننتقل أعزائي المشاهدين إلى فقرة تعالوا نقرأ القرآن، ونأخذ المصحف المحمدي سورة عبسة صفحة 615، ومع أول مشاركة وصال طبازة، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لوصال طيبازة على هذه القراءة الطيبة الموفقة معنا في البرنامج. نتمنى لك مسيرة كذلك موفقة مع كتاب الله تعالى. ونشير أعزائي المشاهدين إلى ملاحظة متعلقة بالهمز المزدوج في قوله تعالى هنا: ثم إذا شاء أنشره. إذن هنا أعزائي المشاهدين يتعلق الأمر بالهمز المزدوج المتفق في الحركة: إذا شاء أنشره، شاء أنشره. الهمزة الأولى محقق، والهمزة الثانية حكمها هنا هو الإبدال ألفا. إذن الهمزة الثانية ستبدل ألفا. هذا الألف ما مقداره؟ مقداره هنا 6 حركات. لماذا؟ بعده حرف ساكن، والحرف الساكن من أسباب المد المشبع. إذن وبالتالي إذا قرأنا لابد أن نجمع نفسا عميقا، لأن الأمر هنا يقتضي نفس عميق. ثم إذا شاء أنشره. إذن شاء فيها مد مشبع، أحقق الهمزة الأولى. الهمزة الثانية تبدل ألفا مقدارها 6 حركات. لماذا؟ وقع بعدها حرف ساكن. ثم اعتني بإخفاء النون الساكنة التي جاء بعدها حرف الشين. إذن هنا لابد أن نعتني بهذه الأحكام، ولا سيما ونحن نقرأ بهذه الرواية الكريمة التي تعرف هذا النوع من المدود المشبعة الطويلة. إذن نشكر مجددا وصال طيبازة على هذه المشاركة الطيبة والكريمة معنا في البرنامج، لننتقل إلى مشاركة أخرى من محمد إيدن نجار. محمد إيدن نجار هو كذلك سيقرأ نفس الآيات التي قرأت وصال، فليتفضل محمد مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. شكرا جزيلا محمد إيد النجار على هذه القراءة المتميزة. لا شك أنك بذلت مجهودا لحسن التلاوة بهذه الرواية الكريمة. واصل مجهوداتك والله سبحانه وتعالى يوفقك لحسن التلاوة. ولا بأس أن نذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى متعلقة بالتعوذ، قضية إتمام الحركات، فحركة الكسر تتم بخفض ما بين الشفتين، حركة الضم بضم الشفتين، حركة الفتح بفتح ما بين الشفتين حتى تتم هذه الحركات. هذا ما يسمى بميزان الحركات، مهم هذا الميزان. قال الناظم: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي. فالتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لا شك أن القارئ ينبغي أن يعتني بالحركات. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن بالله، إذن نبين حركة الكسر حتى نبرز هذه الحركة بجلاء وبوضوح، وحتى لا يلتبس الأمر هل هي سكون أم حركة كسر. ثم اعتني يا محمد بالمدود المشبعة: ثم إذا شاء أنشره. لا شك أن القارئ ينبغي أن يستعد بأخذ النفس، وقضية النفس هذا يصير بإذن الله تعالى مع الاستمرار في القراءة طبعا وسجيا، لأن في البداية يكون نفس قليل. إذا واظبنا على القراءة وأكثرنا من القراءة الدائمة والمستمرة، لا شك أن القارئ في المستقبل يصير له نفسا معتبرا يستطيع معه أن يقرأ بالمراتب التي يقرأ بها القرآن الكريم، ويحاول جهد المستطاع أن يجمل صوته حتى يبرز معاني كلام الله تعالى. إذن الشكر موصول لمحمد وللوصال ولكل الذين يشاركون معنا في هذا البرنامج. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم التجويد الميسر. أترككم في عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.